إنسان يسيء إليك وتحسن إليه هذا شيء عظيم يدل على عظم هذه النفوس. ولذلك لما مصطح رضي الله عنه تكلم في عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك وكان فقيرا وقريبا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما قال ما قال في عائشة رضي الله عنها قال والله لا أنفق على مصطح بعد هذا اليوم، فأنزل الله عز وجل ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر والله بلى أحب أن يغفر الله لي، فأعاد إلى مصطح النفقة مرة أخرى. كيف ترفع بنفسه العظيمة على هذه الإساءة وأسدى إلى من أساء إليه، أسدى إليه الإحسان.